احنا بدرس الموليكيول كنا بادين اخذنا لوز دوت سيمبل اخذنا خير استاذ. اهلا، مين اللي عم يحسبك تبعت الحصه صح؟ ايه عم اسجل. طيب كنت انا بعطيكم هون تشتغلوهم بالبيت، هلا رح نشتغلهم هون. هلا N2 C2H2 HF هون كلهم رح نشتغلهم. اوكي طيب كيف نشتغلهم بالامتحانات؟ بنقول عندي N2 N7 صح؟ تشبه كتير طريقة البريفي. شو بنقول بالأول؟ N A neutral atom. Check number of protons equal number of electron equal Z equal 7 صح؟ هلا ما لازم نطلع اللوز دوت سيمبل، نعمل الكترون كونفيجريشن ذا الكترونيك كونفيجريشن. استاذ انا جعفر جيت كلش عندي نت. معلش يا حبيبي بس خلينا نشوف. ماشي حبيبي. عم نحل الهوم ورك. ايه نحل هون ذا الكترون كونفيجريشن، هيدا نمبر الابلكيشن اللي عندي اياه. ماشي الحال. 1s2 2s2 2p3 it belongs to column 15 and row 2 the lowest dot symbol is high N. صح مظبوط ولا لا؟ فايزا each nitrogen atom N needs 3 electron to become saturated. شو يعني octet؟ صح هاي N وهاي N مظبوط. شو بيصير في عندي انا؟ ها؟ sharing 3 electrons from each atom to form a triple covalent بوند. هيا شو صار عندي؟ صار هيك يعني فينا نكتبها N هيك هاي N. ماشي الحال اتفقنا؟ هاي شو اسمها؟ هاي تريبل كوفالنت بوند. ماشي الحال يا شباب وصبايا؟ لما ما حدا بيسأل معناتها صح،
ملاكش عايتهم ماشي الحال؟ ملاك نايمة؟ وين ملاك؟ واضحة؟ شو؟ زينب أبو خليل ماشي الحال؟ سلسبيل أستاذ؟ أستاذ؟ ماشي الحال أستاذ؟ نعم مين عم يا أستاذ؟ نعم مين عم أنا نسرين. يا نسرين يعني اللي لازم نفهمه إنه كل ما تعطينا هيك بدنا نعملها الإلكترون كونفيجوريشن وبس كل شيء كل شيء مثل هيك يا نسرين ماشي الحال عيني تاني واحد شوي شو تاني واحد C2H6 مش هيك مظبوط لحظة أستاذ فيك ترجع تفرجع اللي كتبته شوي محيته راح بعت لكم إياها C2H6 ما محيته راح بعت لك إياها ماشي الحال C6 and H1 هلا شو يا نعمل electron configuration لل C وال H عافيك ها شو بقول هلا C and a neutral atom number of protons equal number of electrons واحد. Equal Z ايوه بقول مره واحده N A neutral atom هذا الشرح بدي اعيد لكم اياه كذا مره عشان تحفظوه ها صحيح number of protons equal number of electron equal Z هلا خلصنا 4C C6 ها 1S2 2S2 2P2 it belongs to form it belongs to column which column 14 and row مش ضروري row row 2 H1 هون طبعا it's lowest dot symbol is C. مظبوط 4H 1 1S1 it belongs to column 1 and row 1 على طول لكل اتوم تعملوا هيك it's lowest dot symbol is H مين عنده سؤال؟ هذا ما غريب ماشي الحال؟ ماشي الحال يا أستاذ هذا مش علام هذا مش علام الساعة عم لاحظ أوكي هلا من أول هلا H C atom needs 4 electron to become saturated. يعني octet. H atom needs 1 electron to become saturated. ها
هيدي شو عنا ياها؟ Do it. مش do it to electron. طيب أنا عندي C2H6 هاي C وهاي C وعندي H H H H H H ال H هاي بدها إلكترون مظبوط ولا لا؟ نعم استفرغ نعم نعم اوكي هاي شيرينج هون هاي استاذ يعني دايما بس بدك تعطينا C6 مثلا او C2H6 بدنا نعمل لها الكترون كونفيجوريشن ما فينا دغري نكتبها لا بتعملوا تشرحيها كلها اوكي اوكي لاحظي كيف ها هاي السي صار عندها هيك مزبوط ولا لا هون شو بنقول شيرينج one electron from each atom says ما بدنا نحط single covalent bond لا بس بنقول لك اياها هلا بقول لك اياها هاي وهاي to form single or simple or simple covalent bond صعب شيء يا شباب وصبايا لا كثير سهل مين عنده اي سؤال ما نقول انه كل اتش انه معنا وصلنا 3 اتش على كل سي اول شيء بتحط السي هيك حد بعض ما بنكتبها هيدي نعم ما بنكتب إن مثلا انه each C atom shares 3 electrons with H with 3 H atoms بلا فيك تقولي وبدك بس لك تقولي where each electron becomes from each atom ماشي الحال لانه السمبل نعم تجي بsharing between one electron from H and one electron from C استاذ sharing شو يا استاذ كاتب one electron from each atom ماشي الحال؟ اوكي طيب فينا نكفي مرة شو الموليكول الثاني؟ شو هي الثالثة؟ HF طيب طيب ثالث واحدة HF بعدين HCl بعدين H2O HF اوكي H1 F9 بنقول كمان بدي ضل هيك الكونيون لحتى تحفظوهم فور A neutral or in a neutral atom. Atom. Number of electrons equal number of protons equal Z. For H. One S1. Belongs column 1 مش ضروري الرو it's lowest dot symbol is H1 for F nine 1s2 2s2 2p5 belongs وصو to column
قد ايه؟ 17. ماشي الحال؟ اتس لويس دوت سيمبل از هاي اف. هذا ارزوني ماشي الحال؟ هذا ارزوني وين؟ هذا ارزوني هذه ساسو موجود ماشي الحال استاذ؟ ايه استاذ؟ ايه مش نحن عندنا 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 2. لا لا 2P6 حسب الزد. 2P6 يا أهانا شو عندي أنا؟ بعرف. اسمع شوي. مش عندي هون each atom هون needs one electron H و F check. فإذا there is sharing by one electron from each atom to become stable. مظبوط ولا become stable and form a single covalent bond. مظبوط ولا لا؟ استاذ في حدا عم يستفرغ. شو خاصني انا؟ بوند اوكي. هاي اتش هاي اف هاي شو؟ سمبل كوفالنت بوند تشيك. There is sharing by one electron from each atom to become stable. مظبوط ولا لا؟ بتكفوا هاي حدا octet for F and do it for H. واضحة؟ ماشي الحال حبيبي؟ طيب فينا نشتري واحدة تانية؟ H2O. هلا دش H2O H1O8. ماشي الحال؟ طيب هلا فور اتش عملناها صح؟ ما عادش بنعيدها. او 8 مظبوط ولا لا؟ مش كل ساعة ما نعيد كل شيء واحدة. او بس ممكن تجيبوها بالامتحان. او 8 1 اس 2 2 اس 2 2 بي شو؟ 4 it belongs to column 16. It's lowest dot symbol is high O. H needs one electron to be come saturated. Do it. مظبوط ولا؟ Yes. عندنا O needs two electrons. لا يستاهل. To become
saturated. يعني octet. ماشي الحال؟ فايزن هادي اهو. استاذ هني كم واحدة يعني؟ مش مشكلة في كتير. في كتير. قد ما بدك فيه. أنا عمل اكزامبل نفسه. هاي شو عندنا هون؟ هاي تحول وهاي شيرينج باي 1 الكترون فروم ايتش اتوم تو فورم سمبل كوفالنت بوند. تعرفوا الرمز هيدا مش هيك؟ هل اختصار تعرفوه؟ ماشي الحال؟ ماشي الحال؟ طيب. هلا عندي HCl. HCl H1Cl 17. نحن عملنا electron configuration لكل واحد منهم مظبوط ولا لا؟ check. هاي دي H وهاي Cl. طبعا ما لنا نشرح. ماشي الحال؟ مظبوط. هاي شو عندي؟ هاي 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 belongs to column 17. It's lowest dot symbol is high Cl. It needs one electron to become saturated octet. H needs بتكفوا لانه عمل ليها بالهلا مظبوط ولا لا؟ ضيط. فاذا شو صار عندي؟ هيدي شو صار عندي انا هون؟ sharing by one electron from each atom to form a simple covalent bond. في شغلة بدي لكم اياها هون. عندي مش عندي 2 electron between H and Cl. هون بنسميهم bonded. بنسميهم bonded pair of electrons. شو بنسميهم؟ شو بنسميهم؟ هون شو ما فهمت شيء. شو قصدنا فيه؟ هيدي شو اسمه هاي؟ هون pair of electrons منين جايين؟ منين جايين؟ مش من bond؟ بل pair of electrons. ها جين بل بوند. هاي نسميه non bonded. pair of electrons. فهمت شو معناتها؟ مفهوم شو معناتها؟ لا استاذ ما فهمت. طيب بين ال H وال Cl مش عنده pair of electrons two electrons؟ نسرين. واحد bond عملت. عظيم. هول pair of electrons مش إن اللي عملوا bond؟ بل. نسميهم bonded pair of electrons. صعب شيء. هول عملوا شيء bond شيء؟ هاي وهاي. لا. نسميهم non bonded. إيه. صح؟ مثلا
خدي بي هاي. هاي او اتش اتش صح؟ هاي وهاي شو بنسميه هو؟ bonded bonded لانه عملوا البير اوف الكترونز عملوا bond. ايوه اوف الكترون. هاي هاي شو بنسميها؟ non bonded pair of electrons. ماشي الحال؟ ليوم الجمعة. لا الكل مسؤولين. بدكم تعملوا هاي. Write the electronic structure for each of the following molecules. ماشي الحال؟ المولكيول هني بي سي ال 3 اتش سي ان اس اي اف 4 اف 2 اس C 2 F 2 S C S 2 هو بتعملوهم قد بدك تحط كم الكترون عندهم given. كم بروتونز يعني given P 15 Cl 17 H 1 C 6 N 7 S I 14 F 9 S 16 ماشي الحال؟ هاودي مسؤولين عنهم استاذ الكترونيك ستراكشر يعني لوس ستراكشر صح؟ ايوه ايه عندنا امتحان الجمعة ماشي الحال؟ استاذ عندنا امتحان للجمعة؟ لا لا ما في امتحانات؟ مش هلا فرد 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 مش هلا امتحان بعدين بحددوا لكم فرد ايش بدنا نعمل؟ ها بتعملون هوم وورك كله قولي هوم وورك تعملون هوم وورك هوم وورك اوكي هوم وورك ايه هوم وورك ماشي الحال؟ اتفقنا؟ استاذ هوم وورك استاذ نعم كشف عندي كهرباء هيا راح ابعث لك اياها بكير حبيبي لهالقد مبكر راح ابعث لك اياها مقلون وراح ابعث لكم اياهم انا هسه زوم ريكوردد زوم سيشن اوكي كتبتوهم؟ ايه كتبناهم يا استاذ طبعا لحظة لا بعد شوي هيدول اللي كيف بعدني ما كتبتهم يلا تبون قبل ما تخلص الفصل خلصنا اوكي يعطيكم الف عافيه